صباح الخير، صباح الرضا، صباح السعادة، صباح المطر. صحيت الصبح لقيت الجو ساقع ومطر كده، ففكرت على طول عايزة أعمل أكلة شتوية تدفي في الجو الساقع ده. فطبعا مفيش أحلى من محشي الكرنب. على طول عملت أوردر وطلبت كرنباية صغيرة، وتقريبا الراجل بعت لي أصغر كرنباية موجودة عنده في المحل، وعشان أغيرها فيها ساعتين أو 3 ساعات. فأنا هعمل الكرنبة دي، وأنا عندي ورق عنب هعمل جنبها حلة ورق عنب. والبسم الله ونبدأ. أول حاجة ببدأ أقطع راس الكرومبة بالمنظر ده. أنا بحب أقطع الراس وبشيل الورق من بعضه وبغسل ورقة ورقة قبل ما أسلقها، لكن ممكن تشيلي الراس كده وتغسلي الكرومبة كلها على بعض، تشطفيها شطفة وتحطيها كلها في الحلة وتبدأي تطلعي ورقة ورقة. لما تتسلق هي ما بتاخدش وقت طويل، كل 30 ثانية دقيقة كده، يعني كل دقيقة تروحي شايلة ورقة هتكون اتسلقت معاكي، وهتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة. لكن أنا بحب أغسل الكرومبة الأول. هنا بقى حلة على النار، بسيب المية تغلي وبحط فيها شوية ملح صغيرين وشوية كمون، وببدأ أحط ورق الكرنب. أتأكد بس إن الكرنب كله الورق كله دخل في المية. ما بياخدش وقت طويل، يدوبك دقيقة كده بيكون استوى. كمان لما بتطلعي ورق الكرنب بتحطيه على بعضه فبيكمل تسويته. أنا هنا بقطع ورق الكرنب بعد ما برد شوية، بقطع العرق وبعد كده بلف الورقة وبقطعه بالمنظر اللي انتوا شايفينه. وعشان اعرف اعمله كله مقاس واحد، بحاول اعمل كله مقاس طول الصابع. حاولي وانت بتقطعي ورق الكرنب يكون كله بنفس الطول، عشان صوابع المحشي في الاخر تطلع متناسقه كده وشكلها قد بعض. وانا هنا سايبه ورقه خضراء عشان الورقه دي هغطي بيها وش الحله. اما بالنسبه للعروق اللي بتتقطع دي، ممكن تقطعيها قطع صغيره وتحطيها في الحله من تحت، او ممكن تخلي ليها. هبدا اجهز خلطه المحشي. انا عندي هنا 3 كوبايات رز مصري مغسولين، وكمان معايا بصلتين مقطعهم قطع صغيره بالسكينه. لو حابه تعمليهم في الكبه براحتك، لكن انا بحب اقطع البصل بالسكينه مقطعه قطع صغيره، وحطيت عليه معلقه كبيره من الملح، وهحط كمان معلقه من الفلفل الاسمر. لو عندك نعناع ناشف حطي معلقه من النعناع الناشف، لكن انا ما عنديش نعناع ناشف، فهقطع ورق النعناع هقطعه قطع صغيره خالص فهحطه في الاخر. لكن دلوقتي انا حطيت الملح والفلفل الاسمر على البصل، وببدا اقلبهم مع بعض كويس قوي، افركهم كده جامد. بعد كده معايا ربطه من البقدونس وربطه من الشبت وربطه من الكزبره مقطعهم قطع صغيره. انا بحب الخلطه تكون ني في ني، جربوها يا جماعه، ما تعملوش التسبيكه اللي هي تحطوا فيها البصل وتحطوا فيها الخضره، الخضره بتكون خلاص يعني دبلت. جربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها ايه. اعملوا المحشي كله ني في ني. انا عندي هنا مسبكه طماطم، الطماطم دي حاطه سمنه على زيت وحط عليها صلصه وبابريكا وعصير طماطم. وهنا قطعت ورق النعناع قطع صغيرة وحطيته على الخلطة، وهقلب الخلطة كلها مع بعض. وكمان هحط شوية من الزيت عشان الرز يطلع مفلفل كده. وآخر حاجة رشة صغيرة من الكمون. وبكده تكون الحشوة جاهزة معايا. هبدأ أحشي ورق الكرنب، بجيب قطعة من الورق وبحط جواها الحشوة وبلفها بكل سهولة. ممكن كمان تجيبي ورق الكرنب وبتحطي الحشوة وتلفيها لفتين وتقطعي، لكن الطريقة الأولانية أسهل، إنك تكوني مجهزة الورق ومقطعاه، تاخدي الورقة وتلفيها إنجاز في الوقت وأسرع. بالنسبة للحلة أنا حطيت فيها طماطم وفلفل وبصل، وبدأت أرص فيها المحشي. كل صف رصيه عكس التاني، وحطيت كمان فيها قرنين شطة كده عشان المحشي يطلع مشطشط شوية. لما بترصي المحشي عكس بعضه، لما بتحطي الشوربة عليه، الشوربة بتقدر تدخل وتوصل لغاية المحشي من تحت عشان يستوي كله. وحطيت قرنين فلفل حامي على الوش كده بعد ما خلصت. سيبي مسافة في الحلة، ما تملهاش على الآخر عشان لسه هتحطي الشوربة، وكمان لما المحشي بيستوي حجمه بيكبر شوية. هبدأ أسوي المحشي. أول حاجة بحب أحط معلقة من تسبيكة الطماطم على وش المحشي. ممكن تحطي معلقة صلصة، معلقة معجون طماطم، وممكن ما تحطيش، ده شيء يرجع لك، بس انا بحب لانها بتخلي لون المحشي لونه احمر كده حلو قوي. بعد كده ببدا احط الشوربه. كل ما احط كبشه من الشوربه، الشوربه بتكون سخنه، بهز الحله عشان اتاكد ان الشوربه وصلت لكل المحشي من تحت. بحط المحشي الاول على نار عاليه
انا هنا بغطيه، وبعد كده اول ما يبدأ يغلي بحط قطعة من الزبدة، بسيب المحشي الاول يغلي ويتشرب الشوربة على نار عالية، بعد كده ببدأ اهدي النار عليه واسيبه لغاية لما يستوي براحته. وكمان ممكن للتأكيد عشان الناس اللي بيشتكوا ان المحشي ما بيستويش معاهم، ممكن تلف الحلة على البوتاجاز في وسط التسوية عشان تتأكدي ان النار متوزعة على كل الحلة. بعد ما يستوي انا طلعت صابع وضقته ولقيته استوى، هزيت الحلة وقلبتها. طبعا المحشي ما بيتاكلش غير كده، لازم نقلب الحلة. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربوا، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.